سنة كاملة مرت على رحيل وديع ابن النجم السوري جورج وسوف، وفي الوقت اللي البعض توقع لسلطان الطرب الانعزال والابتعاد عن الأضواء تماما لشدة صدمته برحيل سنده وابنه الكبير واللي كانت بتربطه بيه علاقة استثنائية، استأنف الوسوف نشاطه الفني على الرغم من ان جرحه على ابنه لم ولن يلتئم لآخر يوم في عمره. وديع كان بيعاني من مشكلة الوزن الزائد، وبعد تفكير طويل قرر يخضع عملية قصد معدة وتحويل مسار، وبالفعل خضع لها يوم 27 ديسمبر سنة 2022. خرج من المستشفى على بيته، لكن حالته الصحية تدهورت فجأة وأصيب بنزيف في المعدة، وتم نقله على المستشفى مرة تانية وبسرعة اتنقل له دم، لكن اتعرض لأزمة قلبية دخل على إثرها العناية المركزة في حالة حرجة جدا حتى فارق الحياة يوم 6 يناير سنة 2023. حكاية وديع من بداية دخوله على المستشفى الكل كان بيتابع تطوراتها على السوشيال ميديا، لكن خبر رحيله شكل صدمة قوية لكل محبي الوسوف في الوطن العربي كله. الجميع كان خايف من تأثير الخبر على أبو وديع نظرا لقوة ارتباط النجم السوري بنجله الكبير، وده اللي ظهر بالفعل في مراسم تشييع جنازته واللي ظهر فيها جورج بحالة يسرى لها. اللافت كان حرص كل نجوم الوطن العربي على تعزية جورج بنفسهم في عزاء استعان في سلطان الطرب بالشيخ ياسر الصالح لتلاوة آيات من القرآن الكريم، وده اللي أثار جدل كبير وقتها، لأن المعروف إن النجم السوري ونجله بينتموا للديانة المسيحية. في الذكرى السنوية الأولى لرحيل وديع شارك جورج متابعي بمقطع فيديو مؤثر استعرض من خلاله لقطات للراحل من مراحل عمرية مختلفة على أنغام أغنية نص عمري، واللي طرحها الوسوف في ذكرى الأربعين لرحيل ابنه، وتفاعل فانز سلطان الطرب مع الفيديو بتعليقات مؤثرة تمنوا فيها للنجم السوري الصبر والسلوان على مصابه الأليم. أغنية نص عمري من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، الفيديو كليب من إخراج توني قهوجي، وبتقول كلماتها: قلت أدفع نص عمري بس عيش وياك شوية، ما أنت أجمل حاجة فيا واللي بينا خلاص قدر، السنين هي بينت لي يا أحن الناس عليا إني عمري عليك شوية. الشاعر خالد تاج الدين أعرب عن تأثره الشديد وقت كتابة الأغنية وكتب: عمري ما كنت أتخيل إني لما هكتب لسلطان الطرب جورج وسوف هكتب له غنوة في رثاء ابن وديع، أنا فعلا تعبت نفسيا وأنا بكتب كلمات أغنية نص عمري، ربنا يصبرك يا أبو وديع وما يحرم حد من أولاده أبدا. الفنانة اللبنانية رولا شامية هي صاحبة العلاقة العاطفية الوحيدة المعلنة في حياة الراحل وديع، اتخطبوا بشكل رسمي وانتشر بعد فترة كلام عن جوازهم مدنيا في السر بسبب عدم رضا سلطان الطرب عن العلاقة دي لفرق السن بينهم، وده اللي نفته الفنانة بعد فترة من فسخ خطوبتهم، وقالت: أنا أكبر من وديع بست سنين، هو ناضج وعاقل ويعرف ما يريد، شو خص العمر بأي علاقة بين اتنين؟ وأكدت إنها كانت على علاقة كويسة بسلطان الطرب وزوجته شاليمار. عن سبب بقى انفصالهم قالت: شغل وودي كله كان في قطر والبعد جفا وعمل بيننا مشاكل، بس شددت على إنها ما خسرتهوش كصديق، وعشان كده انهارت بعد ما عرفت خبر رحيله ونشرت صورة ليه وكتبت عليها: ما كنت متوقعة يجي يوم وأحضر جنازتك، كنت على طول أقول طالما أنت بخير أكيد أنا بخير، نفسك بالسما يا أغلى الناس، والله يرحمك يا قطعة من القلب فرقتني.